نازلين من سوهاج مركز المراغه، جايين نفسح اولادنا هنا ونقدم تحيه للفريق السيسي عشان احنا مسيحيين والشعب المصري مسيحيين ومسلمين يد واحده. احنا في سوهاج يد واحده، وفي كل مكان في مصر يد واحده، وما حدش هيتعرض لحد ولا حد هيتكلم حد، وامان والجو ماشي زي الفل. وتحيه للجيش والشرطه، وتحيه للجيش والشرطه، واحنا من التوأم انا وعزة وعبد توأم من سوهاج جايين يعني نشارك. يعني اول يعني الصراحه اول سنه حلوه، يعني اول سنه جايين يعني في الناس كلها متجمعه وما فيش اي قلق، والامن برضه كويس ان شاء الله، وربنا يخلينا برضه السيسي رئيس السيسي دياتي يعني الصراحه هيظبط مصر وهيظبطها ظبطه حلوه ان شاء الله. عشان ولاد ابني النهارده قالوا لي يا ست عايزين نتفسح، جبته مجي، بس انا النهارده احلى عيد، احلى يوم، واحلى يوم اللي احنا بخير، وربنا يهدي شبابنا ويخلينا السيسي يا رب ويبارك فيه. وكل سنة وانتوا كلكم طيبين كده، واحنا جايين عشان نشم النسيم. بس انا والنبي تحية للسيسي والناس الغلابة اللي زي حالتنا، العقد المحدد ده تعبنا، بس هو اللي هو بسنة وسنتين ده، وبيخلينا الايجار غالي 700 و800 جنيه الشقة. احنا جينا الجنينة ولسه يعني اليوم طويل، طبعا لسه في بداية اليوم، لسه بدايته كده من الاول يعني. الحمد لله، فلفل وخيار وخس وبصل ما شاء الله. تعالوا كلوا بس، انتوا بتصورونا كده من غير ما تاكلوا معانا. البصل ده مش هابط على الصحه يابا، احنا معدتنا ان شاء الله كده بتقلم الزلط. الصلاه على النبي، مصريين يابا، وداني في العتاقي، مش احنا بتاع البسكويت. كل سنه وانتم طيبين الاخوه الاهباط والمسلمين جميعا، يا رب الريس ربنا يخليه لنا ويديله الصحه. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود علينا كلنا نكون بخير، وبقول لاهلي كلهم كل سنه وانتم طيبين. بس امبارح كان في محاولات، اكيد عرفنا سمعنا كلنا عن حادث العريش المؤسف، بس باذن الله مصر هتبقى رغم انف كل حاقد في احسن حال ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، والاخوه المسلمين والمسيحيين كلهم بخير، واهم حاجه ان احنا معانا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحبه جدا بجد، ده راجل محترم محترم، هو اللي لم مصر شملها ورجع مصر تاني بعد ما ضاعت. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.